القول إن شاء الله على فعل أمر يقتصر على فعل هذا الشيء في الغد، أم يجوز قول إن شاء الله في كل أمر مستقبل، كأن أقول أنا ذاهب إن شاء الله إلى غير ذلك من كل أمر مستقبل؟ ولا تقول أن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، وغدا يشمل الغد القريب والغد البعيد، الغد ما هو خاص بالغد القريب. نعم، كل المستقبل يسمى بالغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. نعم.